يمنح الدارس يوسف شمسان غانم المقتري درجة الدكتوراه في الاقتصاد من قسم البحوث والدراسات الاقتصادية بتقدير مرتبة الشرف الأولى. ألف مبروك. بهذه النتيجة حصل الباحث اليمني يوسف شمسان المقتري على درجة الدكتوراه عن رسالته الموسومة بعنوان اقتصاد الحرب في اليمن وانعكاسه على إعادة الإعمار والتنمية المستدامة من قسم الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات العربية في جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة كدراسة بحثية جديدة وقفت على أسباب تفاقم المشكلة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في اليمن. وضعت في الرسالة مجموعة من السيريونات اللي الواقعية والمتفائلة، وعلى ووضعت مجموعة من التوصيات بحيث انه يتم تخفيض تكلفة التمرد حتى يتم رفع التكاليف لليمن لكي تساهم، ووضعنا ايضا لابد ان يكون هناك دفعة قوية من المجتمع الدولي والاقليمي لخروج اليمن وتغطية هذه الفجوة التمويلية. الدراسة عملت على سد فراغ بحثي مهم في مجال الاقتصاد السياسي للحرب ووضع تصور واضح لصناع القرار يفسر بدء الحرب وحجمها وأمدها وعلاقة الهشاشة والتنامي وشكل ومنهج التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة. قام الباحث بتغطية المشاكل والسمات الموجودة في اقتصاد اليمن في حالته الراهنة منذ بداية الحرب الأهلية، وأظهر الانعكاسات المختلفة على اليمن وعلى تطورها وعلى إهدار الموارد نتيجة لهذه الحروب. بهني على الرسالة، إن رسالة فعلا تستحق أن نتكلم عنها نقول عليها رسالة ممتازة ويستحق مرتبة الشرف الأولى زي ما خدها دلوقتي. الباحث الحقيقة طرح ثلاث سيناريوهات مختلفة، والسيناريوهات الثلاثة يعني أثبتوا أن في إمكانية أن احنا لو طبقنا اقتصادات الحرب بشكل جيد ممكن تبقى مخرج من الأزمة الحالية الموجودة في اليمن. الدراسة خلصت إلى أن اقتصاد الحرب يعد تنمية عكسية، ولن يتعافى اقتصاد اليمن إلا بإيقاف الصراع وتحقيق السلام والتوجه لبناء قدرات الدولة والموارد والسلطة والديمقراطية وشكل الدولة وإعادة الإعمار، بما يضمن أن يحقق الاقتصاد التوزيع العادل للثروة وضمان عدم تكتل المال بأيادي أمراء الحرب. حرصت الرسالة على استكشاف مكامن الخلل في الاقتصاد اليمني ومدى استخدام أطراف الصراع لاقتصاد الحرب لتخرج بنتائج علها تسهم في وضع المعالجات المناسبة. أمين العتيبة، اليمن اليوم، القاهرة.